السلام الله عليكم جميعا ومرحبا بكم في قناتنا شذرات قصيبية التي سنتطرق فيها ضمن فقرة اليوم لموضوع الغزو التاريخي أو التاريخ يعيد نفسه في إطار التمهيد للمرحلة الثانية من الفترة الجهادية للمجاهد والمناضل والشهيد أحمد الحنصاري. فنتعرف على ذلك في الفيديو التالي. قلت سنتعرف على ذلك ضمن هذا الفيديو الذي تطرق فيه الأستاذ الأخ عبد الرحمن عفرة لموضوع الغزو التاريخي. التاريخ أحداث مضت، عاشها بشر ومضوا، فتركوا لنا إرثا نرثه، فنتفوق قبل أن نمضي، فوجب علينا حمايته والتعلم منه لفهم حاضرنا والاستعداد للمستقبل، فهو حقا في جيب من يستعد له. والتاريخ يعيد نفسه، وسنة الله لا تتغير، أما تاريخنا قد سرق ولم يبقى لنا منه سوى خيال تافه ترجم رسوما متحركة أو أفلاما تدر أرباحا ضخمة. الغزو التاريخي ليس غزوا بالدبابات أو الطائرات أو حتى بالأفكار كالغزو الثقافي، بل هو أخطر من ذلك بكثير. فالغزو التاريخي لا يحارب الواقع فقط، وإنما يحارب الماضي، وذلك بالتشكيك والطعن برموز الأمة ليتحولوا من أبطال إلى مجرد خيال أو مجرمين، ليقوم أولئك الغزاة بتسليط الضوء على مراحل الضعف التي مرت بها الأمة، أو حتى اختلاق قصص وهمية تشوه صورة تاريخنا في أعيننا، ليقوم هؤلاء الخبثاء بتحويل أبطالنا إلى قتلة قذرين، وعلمائنا إلى أشخاص مجانين، وفي أحسن الأحوال إلى شطبهم جميعا من ذاكرة التاريخ نهائيا، فلا يتبقى في تاريخنا الممتد إلا قادة مجرمين أو علماء مجانين لم يصبحوا أبطالا إلا بالمعجزات. فمن خلال المعجزات ومن خلالها فقط يمكن لك أن تصبح بطلا ومسلما في آن واحد. وبعد أن يزرع فيك الغزاة هذا الاعتقاد الخطير، فإن مفهوم القدوة يسقط من عيني وعينك من دون أن تشعر بذلك، وعندها وبكل سهولة نسقط أنا وأنت. إذن فلا بد لنا أن نتحدث عن الشخصيات التي بها يقتدى وبها نفتخر ونعتز، لأن تاريخنا قد سرق ووصلت إلينا أحداث عن هذه الشخصيات دون أن نفكر في صحة ما وصل إلينا، فأصبحنا نسخر منها دون علم منا بسبب تشويه هذه الشخصيات في الأفلام وغيرها، كأسد البحار خير الدين بربروسا وجاك سبارو وبهلول الحكيم الذي وصفه الناس بالجنون، وجحا الحكيم الصادق المظلوم الذي سخر منه الناس، وهارون الرشيد الذي حكم نصف الأرض وشوهه العرب بالأفلام والمسلسلات، وزومبي القائد المسلم الذي نعتقد أنه مجرد تخاريف هوليوود، وغيرهم الكثير من العلماء والعظماء التي لا يمكن حصرهم. أحمد حنصال أو أحمد الحنصالي، سننزع اللثام عن تاريخه الجهادي أيضا، أنه يعتبر شخصية فذة وشخصية كبيرة، من شخصيات المقاومة الجهادية أو الثائر الهادئ كما ارتأى التاريخ أن يسميه. فإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.